هذا الرجل حميدي يجيد التركية بالتأكيد يعتبر من رجال السلطان، يعتبر من رجال الدولة، كونه خريج مدرسة العشائر له مكانته حتى في بغداد في الموصل أينما يذهب، فاستطاع أن يعقد اتفاقية مع حسين بكر باشا أن يرجعون الأموال وأن يؤدون ما على شمر لسبع سنوات من ضرائب، وسكن في الفرحاتية، وهناك شقة قناة لا زالت إلى اليوم تعطي ماءها وبساتينها إلى المنطقة. هذه القناة سموها أهل المنطقة سموها الحميدية. هذا الوسام، هذا وسام مجيدي من الدرجة الخامسة، هذا يمنح لمن يقدم خدمات للدولة العثمانية لشيوخ العشائر. كثير من شيوخ العشائر حملوا هذا الوسام. بال1917 السلطان محمد رشاد في هذا الفرمان منح حميدي الباشا الفرحان وعدد من شيوخ العشائر هذا الوسام. كما عودتكم الرابطة العربية للآداب والثقافة على الموصل على برامجها المنوعة بين الفن والأدب والعلم الاجتماع والاقتصاد وعلم التاريخ، فاليوم التاريخ حاضرا في الرابطة العربية. كانت جلسة ثرية حقيقة بما طرح فيها من نقاشات حول الرجالات البادية العراقية الذين شاركوا في الثورات وفي السياسة، في رسم السياسة العراقية في العهد العثماني أو آخر العهد العثماني. صاحب الذكرى اليوم الذي تحدث عنه الدكتور ثائر الصوفي، كتاب قيم موجود فقط في الرابطة العربية للآداب والثقافة فرع الموصل. اليوم نحن حضور في هذه الندوة الجميلة في الرابطة العربية للآداب لتوقيع كتابي عن الشيخ حميدي بن فرحان باشا الجربة شيخ مشايخ شمر في نهايات العهد العثماني والنائب عن الموصل لأربع دورات من عام 1934 إلى 1939، وكانت ندوة جميلة واستطعنا أن نعرض لفصول الكتاب وما مر به هذا الشخص من في حياته ما بين البادية وما بين الذهاب إلى مركز إلى مدرسة العشائر في إسطنبول وتخرجه منها، ثم أصبح شيخا لمشايخ شمر في عام 1912 من قبل العثمانيين، ثم دخوله الحرب العالمية الأولى وقتاله الجيش البريطاني في الشعيبة وكوت الإمارة والاستبلات، وبعد ذلك خروجه من العراق إلى تركيا، ثم أصبح عضوا في مجلس النواب عام 34-39، ثم وفاته عام 1941. المحاضرة تناولت أحد شيوخ شمر المهمين جدا والذين كان لهم دور في مقارعة الاستعمار البريطاني، وبريطانيا في الدرجة الأساس كان له موقف كلش مضاد منه، الشيخ حميدي بن فرحان باشا الجربة. هذا الرجل له تاريخ مجيد وطويل جدا أساسا في منطقة في العراق وفي الموصل بالذات، له مواقف جيدة وشجاعة إلى أن توفي هذا الرجل في سنة 1941. يمتلك تاريخا مجيدا فعلا، وأضاف الكثير هذا الرجل أساسا، لأنه دخل مدرسة العشائر وكان معروفا على مستوى العراق وعلى مستوى الجزيرة العربية. هذا كتاب مخصص بأحد رجالات البادية في حقبة مهمة من تاريخ العراق، وهو أحد نواب الموصل لأربع دورات في أواخر العهد العثماني. الكتاب لشخصية مهمة في أواخر الدولة العثمانية، وتحدث الدكتور ثائر الصوفي عن هذه الفترة العظيمة. الرابطة العربية للآداب والثقافة فرع الموصل فضاء واسع للجميع، وتستقبل الفنون والأدب والتاريخ، ونحن مع الجميع.